أهلا بكم مجددا. تم تصميم المقاتلة الروسية ميغ 35 على أساس المقاتلة ميغ 29، وأطلقت عليها أولا تسمية ميغ 29 AM. وتعتبر الطائرة ميغ 35 مقاتلة متعددة المهام ومزودة بأجهزة الملاحة اللاسلكية الإلكترونية من الجيل الجديد، التي تضم بصورة خاصة الرادار ذا الشبك الطوري الإيجابي والمنظومات البصرية اللاسلكية الإلكترونية الخاصة بمكافحة الأهداف الجوية والأرضية والأسلحة الجوية الحديثة. وقد تحمل الطائرة على ظهرها الصواريخ الموجهة جو وجو أرض والصواريخ غير الموجهة، بالإضافة إلى أنها مزودة بمدفع جوي، ويسمح الرادار المنصوب في المقاتلة باكتشاف الأهداف الجوية على مدى حتى 120 كيلومتر ومتابعة 10 أهداف وضرب 4 أهداف أخرى في آن واحد. تستطيع الطائرة اكتشاف الأهداف البحرية الكبيرة على بعد 250 كيلومتر. أما في حالة هدف بحجم الزورق البحري، فتستطيع الطائرة اكتشافه على مدى 150 كيلومتر. مواصفات فنية تكتيكية: الطاقم فردان، سرعة الطائرة القصوى 2400 كيلومتر في الساعة، السقف العملي للارتفاع 17500 متر، الوزن الأقصى عند الإقلاع 22700 كيلوغرام، مدى الطيران الأقصى 3000 كيلومتر، مدى الطيران في حالة تزويد الطائرة بالوقود في الجو 6000 كيلومتر. الأسلحة المستخدمة في الطائرة هي الصواريخ الموجهة جو وجو أرض المتوسط والقصيرة المدى والمدفع عيار 30 ملم. وقد صممت وصنعت هذه الطائرة ميغ 35 للرد على آف 35 الطائرة الأمريكية، لتميزها بامتلاك أسلحة أكثر من 8 صواريخ بدلا من 4، كما أنها أسرع إذ تبلغ سرعتها 2560 كيلومتر في الساعة مقابل 1930 كيلومتر في الساعة لدى الأمريكية. وتجدر الإشارة أن العديد من الدول أبدت اهتماماً بمقاتلات ميغ 35 نظراً لانخفاض أسعارها وتكاليف الصيانة، إضافة إلى أدائها المتميز. ومن المشترين المحتملين لمقاتلة ميغ 35 مصر والمغرب وقطر والعراق والإمارات العربية والجزائر، حيث كشف مصدر عسكري جزائري في مطلع الجزائر أن الجزائر قررت اقتناء 10 طائرات عسكرية روسية من طراز ميغ 35، والتي تعتبر أحدث المقاتلات الروسية والمعتمدة المهام. شكرا لكم للمشاهدة. إذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على زر لايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.